قبل ما نبدا نصور هاد لا فيديو فوت واحد لي 3 سمان وانا ندير في لي ريغيرش تاعي، تفرجت جميع فيديو حطوه في اليوتيوب، قريت جميع ارتيكل محطوط في لي جورنو، ومام قريت لي زارتيكل سور ويب تو، وصلت لنتيجه وحده واللي هي في البلاد هذه واحد ما قاعد يطبق في القانون. الدوله وصلت الى قناعه الان ان حان وقت سلطان القانون. كيفاه في بلاد كيما الجزائر قطاع تري سونسيبل كيما الصحه يبقى باراليزي بوندون 6 موا بلا ما الدوله الجزائريه دير الموندغ افور باش تسي وتحل هاد لو بروبليم. مالغري سي با ان بروبليم كومبليكي لهذاك البوان، المطالب تاع الاطباء المقيمين ما همش اكزاجيري هكاك، بعد نوليو للمطالب تاعهم بعد. ما الحاجه اللي قاعده تزيد في الطيني بالله سبين الصحافه اللي قاعده تضلل في الراي العام بعناوين كيما هادو ويمسحوا في الموس في الاطباء المقيمين اللي الوزير الاول فمو قال عليهم باللي هما طلبه. حتى في الجريده الرسميه الفصل الاول احكام عامه الماده الثانيه، الاطباء والصيادله وجراحو الاسنان المقيمون في العلوم الطبيه هم ممارسون يتابعون التكوين ما بعد التدرج في العلوم الطبيه، ومسجلون في دورات الدراسات الطبيه المتخصصه التي تدعى في صلب النص اقامه. عندك ثاني الماده العاشره، يلزم المقيمون بفتره عمل وتكوين اسبوعيه تقدر بعشر انصاف يوم يعني 5 ايام، ويشاركون، ركز لي على يشاركون مش يقومون ولا يشرفون، يشاركون زيادة على ذلك في خدمة المداومة، ويستفيدون من راحة تعويضية لما همش قادرين يديو فيها anyways، حسب كيفيات تحدد بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، يعني their asses are between two chairs، ما هم تابعين 100% لوزارة الصحة ما هم تابعين 100% لوزارة التعليم العالي. دوكا نرجعو غابيدمون للمطالب اللي راح نلخصهم في زوج مطالب برك باش ما نطولوش وباش ما نكومبليكيوش الحكايه. المطلب الاول بيان سور عنده علاقه بالخدمه المدنيه. علاش الطبيب الجزائري ترجعوه يروح مجبر يجي مجبر يخدم في سبيطار اللي فارغ، يخدم في سبيطار فارغ وشغل راه يجوز في عقوبه حبس، يروح يخدم غير باش يتحصل على الدبلوم تاعو اللي قرا عليه وجوز عليه امتحان ونجح فيه، نورمالمون يروح له يتحصل على الدبلوم تاعو بلا هاد لو شونتاج تاع لو سيرفيس سيفيل. سافو دير الطبيب يقرا 12 سنه باش من بعد ما يديش لو دبلوم تاعو ويكون اوبليجي يروح يفوت بالسيف عليه مش من باراضي. خدمه مدنيه في بلاصه بلك ما فيهاش العباد خلاص في دي كونديسيون ما يشبهوا لوالو باش من بعد يمدوا له لو ديبلوم تاعو. تعمل لا لوجيك هذه منين جات؟ منين جات؟ المطلب الثاني اللي عنده علاقه بالخدمه الوطنيه، الخدمه الوطنيه كما على بالكم باللي خرج قانون يعفي جميع مواطن عنده 30 عام يروح يهز لاكارجون على روحه ما عدا الاطباء والعاصون، ما كانش ليغاليتي، هما ما طالبوش انها تتنحى، طالبوا انها القوانين تطبق عليهم كيما الناس الاخرين. لي ميدسان او ايتي غراسي او ميم تيت كو لي زوتر ا ما كونيسونس فوالا. درتها 30 عام تعطيني انا ثاني 30 عام ولا تقدمها للناس كامل باغ اكزومبل 35 عام وتمد لنا كامل كي تكون 35 عام. الفريق الطبي ما يتكونش غير من لو ميدسان ريزيدون، كاين لو ميتر اسيستون، كاين بروفيسور، علاه غير لو ميدسان ريزيدون كيغيب او شلل في المستشفيات ناس يموتون والخلطه هذه كامل علاه؟ اصلا السيد او نورمالمون او قاعد يعاون قاعد يشوف طبيب تاع الصح كيفاه يدير في لي سيتوياسيون هادو باش يتعلم طالب تحطو يستقبل الناس ويداوي الناس ويجيو دي زورجونس في الليل في لو طون لي ميدسان تاع الصح ما كانش. سيل فو بلاي خذوا راحتكم، خليو لي كومونتير لتحت تناقشوا، خلونا نحكيو، اعطوني رايكم، شكون في رايكم نتوما شكون هو اللي غلط، شكون اللي عنده الحق، واش هما الحلول اللي قادرين يكونوا، خلونا نتناقشوا لتحت. ميرسي بزاف، ثانكس فور واتشين، نشوفكم الخطره الجايه ان شاء الله. سلام. Défini par l'article de la loi 90-02-06-1990, uniquement applicable aux travailleurs. وليس على الطلبة، يعني أنت استندت إلى النقطة أنكم لا تملكون صفة الأطباء المقيمين، هذه هي النقطة. اكزاكتومون اكزاكتومون، حنا رانا نطبقوا في القانون الطلبة ماهمش معنيين بسيرفيس مينيموم.